السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاين. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا وين حسين جناد وين يساعد لهجته مع المشرف ويتحداه بهذا الامر، يعني من حقه من حقه من حقه باش انت على تتهم واحد خاين، على تتهم واحد خاين. هل تعلم عائلة يعني جناد يعني وين عرس جناد؟ قراو التاريخ، قراو التاريخ. كي واحد يقول لهم خائن وخرجوا ولاو خائن خائن جناد خائن جناد حسين جناد خائن، قراو التاريخ. كي تقراو التاريخ تعرفوا واش كاين. قراو التاريخ تاع عائلة جناد عرس جناد تعرفوا واش كاين. قراو التاريخ. هو من حقه حسين جناد، من حقه يعني يهدر على روحه، دافع على روحه، علاه تتهم فيه ديريكت؟ صح هذاك المشرف ما قالها، ما جبتش الحسين جناد بصح ضربها، يعني وين يحوسوا هو يقولوا له قول، هو يقولوا له قول. كان راني نقول لكم كلش عصابه كيما نقولوا حنايا راهينا في يد عصابه يستعملوه كيما يبغوا. هذا المشرف يستعملوه كيما يبغوا، انا على بالي يستعملوه. انا كاين واحد يعني من مجموعه العصابه عقل دابست معاه، كان يهضر معايا من دابست معاه في واحد التسريبات، جبدوا اسم تاعه دابست معاه، قال لي راه نقول لك، قال لي روح، قال لي الزعيم تاع الهيئة تاع الفيرما زطوش هذا، قال لي حط لكم هذا المشرف، أيا حطه للدولة وقال لكم باصور واحكم به. مازال عندي الهضرة أنا كلش معمر، والو والو كلش عندي، على بالك تسمع فيا، على بالك تسمع فيا، كاين كاين كلش نقول لك، كاين كلش. كان مكاش اللعب كاع، مكان والو، عندكم وين تروحوا؟ هذاك هنايا حطينا قسنا هذا المشرف، قسناه للدولة، خليه تباصي به. شو كيفاش؟ حطيناه لكم، خليه، حاطينو بيون، وصاي، هذا مكان. أنا نقول لكم أنا كأس إفريقيا العصابة استعملتها، عصابة كرة القدم استعملت الأخرى، وجيشت له إعلام لي دروك يرخص فيكم والناس يرخصوا فيكم، خاطر على نتوما خدمتوا له، وكاين اعلاميين اللي مازالوا تاع رخص على بالك، تاع ما تروحش وتخلينا هذيك خالصين عليها، تاع اللي يدير سؤال هو يرخصوا هذيك خالص عليها، هذو بالدراهم بالدراهم، تعطيه دراهم تبدد لك فيه تاع الصباح، الصباح مين ينوض يجيب لك سربيته ويجيب لك ويحمي لك الماء دوش حامي ويقول لك بصحتك وانت تبدد لك فيه. هذه هي حنا انا واحد من الناس، هذا المشرف هذاك اللي هذاك المراسل اللي تابع للعصابه كيخرج القائمه بنهار قبل ويخرج القائمه تاع المستدعين تاع 23 لعاب، انا ما تخش تهدر، انا ما تهدرش، واو لله اخرج اهدر قول لهم خائن فلان ولا اهدر، ما خاطش علاه انت تبدلهم، انت تمدل لهذا المراسل ديريكت معاه، ديريكت معاه شيطانه. ايش تقرأ من هذا الناس هذو دايرين وحده خامجه، خامجه لا تمثل المراه الجزائريه، دايرين تدافع عليهم، دايرين محاميه تاعهم، ايش تقرأ منهم هذو الرجال هذو دايرين امراه راجل في بلاصتهم، قاضب عليهم قال اتوات، قاضب عليكم الاتوات قاع قاع نتوما رادينهم محسوب حاجة كبيرة، يا قعرة ما كان والو، طلابة ما كان والو، قعرة كبيرة وصاي، هما البون تاع حاشا جبد الأخضرية وجبد الصوالح، البون تاع الكبير تاع الأخضرية هذاك هو، هذيك هي تما كي تشوف فيها تسمى البون رايح. ويساعد الإعلامي المختص في الشأن الرياضي حسين جناد لهجته مع هذا المشرف بخصوص
أزمته السابقة معه بسبب تسريبه للتشكيلة الأساسية لأحد يعني مباريات والتي خاضها المنتخب الجزائري. وقال حسين جناد في قناة أنه يوجد نيد وين يوجه نداء إلى هذا المشرف الذي سبق له وأن وصف جناد بالخائن على حد وصفه بسبب تسريبه للتشكيلة الأساسية، ويتحداه إن كان بإمكانه أن يصرح بكلام نفسه في حق أحد المراسلين صحابين يعني مقربين منه. كان قد سربت تشكيلة المنتخب الجزائري قبل ساعات من خوض المباراة ضد موزمبيق. يودي هذا المراسل هذا نهار اللي لعبنا كونت الكاميرون ربع سوايع قبل البارتيه، يا رب العالي كنا قاعدين راني عاقل شت داير عطال داير هطروا ناس، انا كنا قاعدين مجمعين داير حسابنا راني غادي نربح. مي قعدنا نشوفو لا، قلت لهم شي هذه هي التشكيله، قلت لهم عطال يلعب طرواول او هذا المدرب غادي كاع يهبل يلعب عطال يديرها طروا. قلت لهم عنده طوبه وعنده رخ لا ما يلعب. قلت لهم لا التشكيله من جات البارتيه شنا يعني ليشان هي ليشان. واستنكر يعني في ذاك الوقت يعني في تصريحات اعلاميه بعد وصوله الى مطار الجزائر بعد الفوز على يعني في مباراة ودية ضد السنغال تسريب التشكيلة الأساسية والتي سيلعب بها الخوض ضد أسود السنغال. وقال هذا المشرف أنه من غير معقول أن يتم تسريب تشكيلة أساسية لمنتخب الجزائر قبل مواجهة، معتبر أن الأمر خيانة للجزائر. صح معلش. وذهب هذا المشرف لأبعد من هذا بالقول أنه لم يستوعب كيف يتم تسريب التشكيلة الأساسية قبل المباراة، موظف أن فعل خائن لبلد فعلا خائن لبلده. وبعد سويعات قليلة من تصريحات المدرب يعني أوضح الصحفي حسين جناد أنه مقصود بكلام هذا المشرف لأنه هو الأول الذي أعلن التشكيلة التي سيدخل بها المنتخب الجزائري وديا ضد السنغال. ورد حسين جناد بنبرة حادة على التصريحات قائلا يا من وصفتني بالخائن كوني كشفت عن التشكيلة التي دخلت بها المقابلة بساعات قبل أن تعلن عنها، لكن في ليكن في علمك أنا من وصفته بالخائن قد لعب دور كبير في بقائك ناخب وطني. وأضاف ليكن في علمك أن ما يحمله هذا الخائن من أسرار على ما حققته أنت من نتائج لو يكشف عنها سيزلزل يعني يزلزلك. في من وصفته بالخائن وبفضل رجال مخلصين لوطنهم خدموك من حيث لا تعلم، وإن صال وجال وتحمل مشقة السفر بدون مقابل. يا ودي كاين بزاف أمور ناس يعني وين حاسبينها باللي كبيرة، هو على من ما يسافروا ما يحوسوا ما والو يعني يتلقى الدليك نورمال. هذه هي دوميز بندوق عمشي دايرين هالناس، والله دوميز بندوق عمشي دايرينها والو. 2022 الهزائم تاع 2022 ما كاش. 2022 داير لك واه 2022 داير لك فاز على الكاميرون في جابوما عام 2022. يا ودي هذيك ما تسماش فوزه، يا ودي عندك الي روتورا هاو مي فاز على الكاميرون. قول لي تشوف كيفاش ولا هنا كي دايره. هيا قولوا لنا تشوف كي دايره، قولوا لنا كي دايره. هاو غير هضره، هاو نتوما غير هضره ولا كيفاه. هادي الناس قاع قلبتها بلي بن الشيخ قال بلي عموره غي يجري. يا ودي الناس قالت عموره كانت غادي تحطمه بالشيخ، دافع على عموره. مين الناس بغات تحطم عموره خاطش عموره جاي من الوفاق سطيف وعموره اكتشفه بقره. الناس بغات تحطمه فهم، بس عموره
بين شكون هو عموره. الشعب الجزائري وقف مع عموره، ما وقفش مع مسلم. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.